دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح الخير يا فندم. صباح النور. الإجراءات يا فندم اللي تم اتخاذها في محافظة الفيوم للحد من يعني انتشار ومواجهة فيروس كورونا. هو طبعا الدولة بكافة أجهزتها مستنفرة الفترة دي، ومجلس الوزراء وسيد رئيس مجلس الوزراء يعني كل فترة بياخد إجراءات احترازية بتبقى يعني أعلى شوية، طبقا طبعا لمعدلات الإصابة اللي موجودة في مصر بصفة عامة. في محافظة الفيوم طبعا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 اللي صدر من يومين ابتدينا نحط يعني نعمل عليه بعض الإضافات الملائمة للمحافظة، يعني من ضمن القرارات اللي اتخذت الفترة يعني خلال اليومين اللي فاتوا تلت القوى البشرية اللي موجودة في المصالح الحكومية والهيئات اللي بتشتغل في المحافظة هتشتغل لمدة يومين، وبالتبادل كل يومين في تلت القوى هيجي، وتخفيض ساعات العمل، يعني قللنا ساعتين من ساعات العمل. الهدف ان احنا نقلل تجمعات الموظفين. قللتوا من ساعات العمل يا فندم في كافة القطاعات المختلفة؟ بالضبط، قللنا ساعتين من ساعات العمل في كافة القطاعات المختلفة، طبعا ما عدا الجهات الحيوية، يعني الصحة والإسعاف والأماكن الأماكن تقديم الخدمات العامة دي ما غير معنية بالقرار ده، عشان نحافظ بس على الخدمة الصحية طبعا ما يبقاش فيها خلل في هذه الفترة. طبعا لغينا البصمة، وبقى في تعليمات باستخدام الأقلام الشخصية لكل العاملين اللي هيبقوا بيوقعوا في الحضور والانصراف، طبعا تطهير وتعقيم كافة المصالح الحكومية والمصالح الخاصة والشركات والمصانع اللي موجودة في المحافظة، إلغاء كافة الأسواق والسويقات اللي موجودة في المحافظة، طبعا المقاهي العامة والشيشة. طبعا في بعض المقاهي العامة كان عندها يعني إجراء استباقي وهي نفسها قفلت، في بعض المقاهي غير ملتزمة، قمنا طبعا بمصادرة كافة الأدوات اللي بتستخدم في الشيشة، تطهير وتعقيم دور العبادة، قفلنا طبعا قاعات الافراح والمناسبات لغايه تشعار اخر، كافه مراكز الدروس الخصوصيه موجوده في المحافظه تم غلقها، كافيهات السايبر وصالات الجيم. امبارح ابتدينا يبقى في تشديد من التفتيش الصيدلي واداره التموين ومباحث التموين على المجمعات الاستهلاكيه او الصيدليات اللي بتبيع مستلزمات الحمايه الشخصيه اللي بقى ليها ترند عالي دلوقتي في الاسعار، ان يتم السيطرة على هذا الكلام عشان الموضوع ما يبقاش فيه استغلال للمواطنين. دي نقطة مهمة يا سيادة المحافظ، هنا أخبار الأسعار إيه عندكم في محافظة الفيوم؟ يعني هل بيتم برضو التلاعب بالأسعار، أسعار الكمامات وأسعار المواد المطهرة كمان، هل بيتم حبس هذه السلع عشان يرفعوا سعرها بعد كده؟ فيعني الأوضاع عندكم هناك عاملة إزاي، والحملات بقى الحملات لضبط السوق يا فندم؟ امبارح يعني ليلا كان في حمله موسعه على كافه يعني مدن المحافظه لرصد الصيدليات اللي بتبيع هذه المنتجات باسعار اعلى، ويتم الغلق الفوري لهذه الصيدليات مع اعطاء مهله الممارسات دي ما تتكررش تاني. طبعا الوقت لا يحتمل ان احنا نستغل المواطنين لاي سبب. طبعا برضو كان في تنبيهات على الغرفه التجاريه للتجار والاسواق، وطبعا دول هيساعدوا التموين ومباحث التموين ان ما يبقاش فيه استغلال للمواطنين. كان في برضه تعليمات واضحه للبنوك والقطاع المصرفي ان يبقى في تعقيم للصالات مع تخفيض عدد المواطنين الموجودين في صالات الخدمه، مع مد ساعات العمل لاستقبال المواطنين على فترات اطول. نفس الكلام كان للبريد، وتعقيم كافه ماكينات الاي تي ام، او يبقى في صرافين من البنك بيساعدوا المواطنين علشان ما يبقاش في يعني فرصه لي يعني لاستخدام المكنه من غير تعقيم قبل. بالظبط، لان الفيروس يمكن بيكون موجود كمان موجود في المعادن وموجود في الاسطح بشكل كبير، يعني حياته يعني بيعيش اكتر في الاماكن دي، في يعني المسطحات. بالزبط. او في المعادن المفاتيح بيبقى موجود فيها بشكل كبير. طبعا برضو كان في تنبيه على اداره المواقف والاداره اداره المرور في المحافظه ان يتم تعقيم المواقف والسيارات المستخدمه لانتقال المواطنين، بالاضافه لتخفيض عدد الركاب في كل سياره، وده يبقى في تاكيد على كده. وبرضو مخالفه هذه التعليمات يتم التعامل بحذر. الوقت احنا الحمد لله مصر الحمد لله بصفه عامه اوضاعنا احسن من دول كتير الحمد لله، لكن
الفتره دي محتاجه ان كل الدوله، وهنا بتكلم على الدوله مش بتكلم على الحكومه، الدوله هنا يعني الدوله المصريه، المصريين كلهم لازم يتعاونوا ان احنا نقدر نحافظ على انحصار الفيروس في الفتره دي علشان نقدر نعدي هذه الفتره الحرجه. الممارسات اللي بيقوم بيها المواطنين لو تعاملنا مع الموضوع بحرفيه وهدوء الموضوع فعلا هيعدي بصوره امنه. الهدف ان احنا ما بقاش فيه تجمعات المواطنين كثيره في الاماكن العامه او الاماكن الخاصه، والاستمرار التعقيم، اي اخلال بالمبادئ العامه دي هيتم التعامل معاه بمنتهى القوه والحد. هي بالفعل يعني مسؤوليه جماعيه علينا كلنا وعلى الشعب المصري كله، لازم كلنا نتكاتف مع بعض عشان نعدي من هذه الازمه يا رب على خير. انا بشكر حضرتك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم.